مشهد تاني يا جماعة استفز الناس جدا. انتوا عارفين الناس في تمسكها بالثوابت الدينية عندها، المصريين تحديدا يعني، حتى ما بيقبلوش أي حالة كمان استهانة بالمسجد، بالصلاة، استخفاف بالدين. المشهد اللي تم تداوله صحيح في الموالد، بنشوف حالات أكثر من كده يعني. وللأسف بيعملها البعض باسم الدين، وهي يعني لا علاقة لها، الإسلام بريء من كل ذلك يعني. الصلاة لها احترامها، والمسجد له احترامه، حتى وانت بتؤدي بعض الطقوس اللي بتعتقد أنها تقربك من الله سبحانه وتعالى، فالحقيقة عليك أن تلتزم بما فعله السلف يعني. إنما تيجي تلاقي البعض يبتكر أساليب وطرق مش ممكن أبدا، إلا أن يكون الهدف منها هو الاستخفاف بالدين والاستخفاف بالمسجد، وأكيد في أذهان أصحابها ده يعني. تعالوا نشوف هذا المشهد، موسيقى وحركات تصل إلى حد الرأس داخل مسجد، في مولد بيعمله واحد اسمه وائل المسلمي، وده تم القبض عليه، وهنشوف كمان وزارة الأوقاف هتتعامل إزاي مع هذه القضية. مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شيخ طريقة صوفية وهو يؤدي الصلاة بطريقة غير مسبوقة، يتخللها الرقص على أنغام الطبل والمزمار وأتباعه حوله، يواجه بعضهم بعضا ولا يستقبلون القبلة، طقوس غريبة لاقت استهجان الملايين فضلا عن أهالي قرية طناح بالدقهلية. أولا دي فئة قليلة من طناح، هم طناح تعدي 100,000، يعني ربما دوم 10 12 5 20 واحد بالكتير ما يعبروش برضه. دي رساله نوجهها لكل واحد في مصر ان ديت رساله او دوم فئه قليله لا يمثلوا مصر. اول مره نشوف الموقف ده، كله حاسس انه استغرب يعني، عمره ما حصل في البلد الكلام ده. في ثانية واحدة صلاة والناس على كل واحد على وضعه، يمين يمين شمال شمال، الناس دي عملت نظام أول مرة نشوفه، غريب جدا، وده اللي قلب الموال كله. بتعمل كل سنه في نفس الميعاد بعد رمضان مباشره، بعد رمضان في شهر اول شوال، من واحد شوال لحد 7 شوال بيشتغل المولد. الله اكبر. بيمشوا يلموا طبعا من البيوت، من عندك ومن عندك، يلزموا المولد ومش عارف المولد، يلموا فلوس من هنا فلوس. طبعا ناس، في ناس بتدفع وخلاص، يقول لك لا بس هي غلط. حسب ولا سيئه. طب ما في ناس محتاجين، في بيت مسجد محتاج، في ناس فقراء ومساجين محتاجين، في ناس مرضى محتاجين. اول مره في حياتي اشوف فيه مسجد محطوط على صوره بني ادم، فيه مسجد بتحط على صور. انا من 3 4 سنين شفتهم بيشربوا الجوزه، بيشربوا الشيشه في البرنده بتاع الجامع. اي عباده، اي طاعه اللي بيعملوها دي، اكيد هو عمل كده. دي مش ذكر يا استاذ، دي مش ذكر، هو ده ذكر؟ الله، هو ده مش ذكر. انا المشاركين فيه مؤيدهم، بس الغلط ما بنرضاش به. ورايي في هذه القضيه ان القضيه ليست قضيه مولد، وليست قضيه الشيخ وائل، وليست قضيه، ولكن قضيه الجهل الذي عم الامه، وقضية الجهل الذي صار بين أحشاء هذه الأمة. إحنا كشباب طناح النهاردة بنطالب طلب مشروع من حقنا، إن المولد ده ما عادش يتكرر، لأن النهاردة لو الظاهرة زي ما الناس تحدثت وقالت فيها 12 15 20 ولا حتى 100 فرد، السنة الجاية هتبقى فيها 1000.
مشهد عبثي لا يجب أبدا أن يرتبط بالمسجد ولا أن يرتبط بالصلاة ولا يرتبط بالإسلام نهائيا يعني. وعشان كده استفز الكثيرين بشكل كبير، والأهالي عندهم حق يعني، يقول لك إنه يعني لما تنتشر هذه المشاهد بهذا الشكل يعني إيه اللي هيحصل. خليني أبدأ الأستاذ أحمد عبد الرازق، هو المحامي اللي قدم البلاغ. أستاذ أحمد أهلا بيك. مساء الأنوار يا فندم، مساء النور يا وائل بيه. مساء الخير أستاذ أحمد، كل سنة وأنت طيب. مساء النور يا فندم. قول لي ده مولد بيعملوه كل سنة؟ اه يا فندم، هو المولد ده بيتعمل كل سنة في قرية طناح، مولد المسلمية. احنا فوجئنا امبارح الفيديو ده اتنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مما سبب حالة هيجان في البلد وحالة سخط وحالة غضب شديدة. انتوا حسيتوا انه بيسيء للبلد كلها يعني؟ بيسيء للبلد طبعا، لان زي ما حضرتك شفت الفيديو فيه قلة قليلة حوالي 12 فرد او 13 فرد. الفيديو ده سبب حالة غليان وحالة هياج في البلد، لأن ده طبعا إساءة للدين وإساءة لأهم ركن من أركان الإسلام وهو الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. آه طيب. وإن زي ما شفنا محدثة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب دلوقتي ده كان قدام المسجد ولا داخل المسجد؟ لا، كان قدام المسجد، كان صوان قدام المسجد. اه يعني ما يعني بيربطه بالمسجد كمان، واليافطه محطوطه على المسجد. واليافطه محطوطه على المسجد طبعا، اللي احنا شايفينها دي. اه اللي احنا شايفينها. اه والمسلمي ده طريقه صوفيه معتمده ولا حاجه كده اكل عيش؟ للاسف فوجئنا انها طريقه صوفيه معتمده، وان في معهم تصريح امنيه وتصريح من الامن الوطني وتصريح من وزاره الداخليه باقامه مثل هذا. يعني انا انت مسخره اللي حصل. ما هو 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 انه يقيم مولد لطريقه صوفيه، الناس بتقيم، بيعمل بقى فيه ايه؟ ده هنا حضرتك شفت في الفيديو صفين وصلاه غريبه في النص، صلوا صلاه غريبه اول مره نشوفها. وايه الطقوس ده اللي بيعملوها دي؟ راسي غريب، لانه ومعظم الناس اللي شافت الفيديو سبب السخط وسبب حاله الغليان اللي في البلد. والراجل ده القبله فين؟ وقاعد في النص ليه كده؟ بصراحه منظر غريب، والناس معظم الناس اللي شافوها ربطوها بالشيعه، قالوا احنا شفنا ناس شيعه بيصلوا ده صلاه شيعه، وربطوا الموقف وربطوا الصلاه دي بصلاه الشيعه. لا يعني ده مش صحيح، ده عنده، انت بتقول عند الناس من عندكم في البلد. انا مش عارف الراجل بيعمل ده بيبتدع صلاه جديده ولا بيعمل ايه ده؟ وايه التمارين الرياضيه؟ ايه الرقص ده اللي جوه وامام المسجد وسجاد شبيب المسجد يجعله وكانه جزء موصول بالمسجد يعني؟ الناس كانت غاضبه بقى يا استاذ احمد. الناس كانت غاضبه في حاله هيجان وفي حاله ثوره، لان طبعا بيمس عماد الدين وهي الصلاه. طيب تم القبض عليه النهارده؟ انا سمعت انه تم القبض عليه. علمت تم تحرير محضر من احد الشباب في القريه، وانا بتشرف ان انا كنت محاميه. تم تحرير محضر ازدراء اديان بنقطه شرطه طناح، وتم القبض عليه وعرضه على النيابه العامه بمركز المنصوره النهارده. اه طيب خليني، هو بس اللي محبوس ولا حد تاني من الاتباع اللي كانوا موجودين؟ لا هو بس اللي اتحبس، لان هو اللي عمل المولد ده، وهو اللي والناس اللي كانت موجوده ناس في البلد احنا عارفينها، ناس بسيطه، ناس على الفطره يعني. هل صحيح انه حتى عليه مآخذ قانونيه قبل كده يعني، ولا ده مش صحيح؟ لا احنا اول مره نشوف المنظر طيب. ده وده اللي حركنا. خليني اسال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف. شيخ جابر، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب والصحه والسلامه يا استاذ وائل، انت والساده المشاهدين يا فندم. الله يخلي حضرتك. هل علمتم بهذا المشهد يا شيخ جابر، وكيف تعاملتم معه؟ هو عن طريق التواصل برضه، وعن طريق التقرير التي قدمته مديريه اوقاف الدقهليه، بأن هذا الأمر بعيد عن وزارة الأوقاف تماما وبعيد عن المساجد، وهذا كما مشاهد أمام سيادتك سرادق مقام خارج في الشارع، والسرادقات طبعا الشارع لا نملكه، ولكن نحن المسجد عقب صلاة العشاء بيغلق تماما، وهذه الواقعة محل التحقيق طبعا. بالنسبة أنه أحد العمال
من وزارة الأوقاف كان مشارك في هذا العمل، وبناء عليه أوقف عن العمل وسيأتي للتحقيق بإذن الله غدا في وزارة الأوقاف. لنبحث يعني ما هو الدافع أنه يعمل. هو طبعا اليافطة على المسجد دي ليست يعني ملائمة، بالإضافة إلى أنه يحصل ده كمان أمام المسجد بالشكل ده وكأنه جزء موصول بالمسجد يعني. نعم، لا هو الربط بينها وبين المسجد هذه يعني مش حقيقة، لكن هي في الشارع، هو شارع وليس المسجد لا يملك الشارع، لكن كون اليافطة على المسجد، المسجد مغلق وكما واضح في الصورة. الخطيب هنا هل تورط في ده ولا لا إمام المسجد لا ليس له دخل بهذا، الإمام أعقل وأرشد من هذا، لا يمكن أبدا أن يشارك في هذا العمل، لكن إمام المسجد بعيد عن هذه الواقعة. أنا بشكر حضرتك ألف شكر. طبعا المشهد اللي شايفينه يعني ملوش أي أساس ديني على الإطلاق، يعني في ناس بتبتدع بعض الطرق والمناهج الخاصة بها بهذا الشكل، و يعني إما بحثا عن مصالح شخصية إنه هو بقى يعني شيخ طريقة بأسلوبها الخاص وبيعتمد طبعا الناس بسطاء، أو يعني لو خدت بقى بسوء النية، أو إن ده متعمد لما الناس تكتر وتزيد للإساءة للإسلام. كان في مولد اسمه أبو القاسم، كنت أنا عملت عنه قبل كده حملة صحفية، كانوا بيسمحوا بالخلوة، يعني إن الراجل يبقى مع الست في خيمة، وكان من المواد اللي كان بترتكب فيها يعني كل ما يمكن أن تتخيله من معاصي، وتم إلغاؤه بعد ذلك، وتم التحقيق حتى في كل ما حدث فيه. هتلاقوا زي ده كتير، إنما لا يجب أبدا التهاون مع ما شاهدناه.